السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم الشكل وفهم المقروء، يعني غادي نديرو اليوم الشكل وفهم المقروء، وفي فيديو آخر إن شاء الله غادي نديرو صرف والتحويل والتراكيب، وفي فيديو آخر إن شاء الله غادي نديرو التعبير الكتابي. إذا بالنسبة للشكل عندنا واحد الجمل هنايا: إن علم الآثار أو الأركيولوجيا هو أحد المصادر الهامة لتاريخ البشرية، إن تسأل عن أصحاب به تجد باحثين مرموقين يشتغلون بصبر وأنات ويتكبدون من أجله الرحلات البعيدة ويستغرقون فيه الأوقات المديدة. إذا دائما الشكل كيكون بالإعراب. إذا إن علم الآثار أو الأركيولوجيا هو أحد المصادر الهامة لتاريخ البشرية إن تسأل عن أصحابه تجد باحثين مرموقين يشتغلون بصبر وأنات ويتكبدون من أجله الرحلات البعيدة ويستغرقون فيه الأوقات المديدة. إذا إن علم الآثار أو الأركيولوجيا هو أحد المصادر الهامة لتاريخ البشرية، إن تسأل عن أصحابه تجد باحثين مرموقين يشتغلون بصبر وأنات ويتكبدون من أجله الرحلات البعيدة ويستغرقون فيه الأوقات المديدة. نعم، إذا من بعد ما درنا الشكل دابا ندوزو لفهم المقروء. هنا عندنا واحد النص غادي نحاولو نقراوه وغادي نجاوبو على الأسئلة ديالو. إذا النص هو هذا: إن الحضارة الحقيقية هي التي تعترف بوجود الآخر اعترافا وتحترم وجوده وفكره احتراما، وينشأ عن هذا الاختلاف حوارا يبدي فيه كل طرف آراءه وانتقاداته في محاولة للوصول لنقاط تفاهم أو حتى تحقيق التعارف على أقل تقدير. ومن هنا نجد أن الحضارات الحقيقية لا تتصادم ولا تتصارع ما دامت تسعى للحضور بمنهج إنساني. الحوار مبدأ أساسي ينص عليه الدين الإسلامي ويلح على اتباعه كأسلوب للتعامل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاور المشركين واليهود والنصارى ويجلس معهم جلسات طويلة يدعوهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يسمح باعتماد العنف والشدة كمنهج للدعوة الإسلامية. إذا هذا هو النص. غادي نحاول معكم نجاوبوا على هذه الأسئلة المقترحة هنا. عندنا 7 ديال الأسئلة. أولا اقرأ النص أعلاه وأجب عن الأسئلة. إذا النص قريناه وغنجاوبوا على الأسئلة. السؤال الأول: ضع علامة في أمام نوعية النص. إذا نوعية النص، واش هو عبارة عن مقالة، عبارة عن رسالة، عبارة عن خطبة، أو عبارة عن حكاية؟ إذا من طبيعة الحال النص هو عبارة عن مقالة. نعم، إذا هو عبارة عن مقالة كيهضرنا على الحضارة الحقيقية. ثانيا: ضع عنوانا مناسبا للنص. كنديرو أي عنوان يتناسب والنص. إذا ممكن نديرو الحضارة الحقيقية، ممكن نديرو أيضا الحضارة وفقط. نعم، ممكن نديرو الإسلام والحضارة الإسلام. إذا كلها مقترحات كعناوين لهذا النص. نعم. ثالثا: استخرج أضداد الكلمات التالية من النص. إذا غنحاولوا نخرجوا الضد ديال هذه الكلمات. إذا هنايا تنكر وهنا أكثر، غنحاولوا نخرجوا على الضد، يعني تنكر. نلاحظوا إن الحضارة الحقيقية التي تعترف بوجود الآخر. إذا تعترف، تنكر تعترف، الضد ديال تنكر هي تعترف. إذا تعترف
تعترف تنكر تعترف أكثر ترى على ضد ديال أكثر نعم بوجود الآخر اعترافا ما ينشأ عن هذا الاختبار حوار يبنى عن كل الأطراف أراء وأنتم في محاولة للوصول لنقاط أو حتى تحقيق على أقل تقدير على أقل هي أقل أقل تقدير نعم إذن ضد ديال أكثر هو أقل نعم إذن أقل إذن أكثر أقل نعم دوز السؤال الرابع استخرج مرادف الكلمات التالية من النص إذن الآن غنتسارعوا على المرادف يعني الشرح ديال الكلمة ما غنتسارعوش على الضد غنتسارعوا على المرادف يصر يناقش ما معنى يصر يصر المعنى ديالها حنا كنعرفوه بأنه هو يلح غنتسارعوا في النص واش كاين يلح ولا لا إن الحضارة الحقيقية هي التي تعترف بوجود الآخر اعترافا يحترم وجوده وفكره باحتراما وينشأ عن هذا يبنى فيه كل طرف يبني كل من طرف وآراءه وانتقاداته في محاولة وحتى تحقيق التعارف على أقل تقدير نجد أن الحضارات الحقيقية لا تتصدم ولا تتعارض ما دام الحوار مبدأ أساسي ينص عليه ويلح هاي ويلح نعم إذا يلح يلح نعم يناقش إذا هنايا كاينة في النص كاينة يحاور إذا إلا تساريتو غادي تلقاو يحاور نعم إذا الحوار مبدأ أساسي النبي صلى الله عليه وسلم يحاور يحاور المشركين نعم إذا يحاور يحاور إذا يسر هي يلح يناقش ويحاور إذا آتي بخريطة الكلمة التالية إذا تعترف تعترف إذا تعترف النوع ديالها هي عبارة عن فعل فعل مضارع بالنسبة للمرادف تقر تقر أو لا تبوح نعم تبوح إذن يقر أو يعهي ويعترف نعم ضد ديال تعترف ضد وتنكر تنكر نعم تركيبها في جملة إذن تعترف التلميذة بحضارة أجدادها بحضارة أجدادها إذا استعملنا تعترف التلميذة نعم سادسا عندنا ما هي الحضارة الحقيقية إذا حسب النص الحضارة الحقيقية حضارة الحقيقية هي التي تعترف بوجود الآخر اعترافا وتحترم وجوده وفكره احتراما حسب النص بالنسبة للسؤال السابع ما هو أسلوب الدعوة في الإسلام إذا الدعوة في الإسلام كان أسلوب الدعوة في الإسلام يعني مبني على الحوار الحكمة والموعظة الحسنة إذن وبهذا غادي نكون كملت هذا الفيديو اللي كان كيخص الشكل وفهم المقروء كنت معكم من الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.